اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. بهذا الفيديو نحن راح نتابع في قراءة تعلم الكوانتم كومبيوتينج بلغة او الحوسبة الكمومية بلغة بايثون. نحن صرنا بالفصل الثاني هون من الكتاب. رجاء بلش من الاول، يعني في واحد مرة بعت لي جاي بسأل عن وين كيف ممكن انزل الكتاب. اخي دور بالفصل الاول. اوكي، ارجع من الفصل الاول. طيب، مشروع كل شيء بالدور، يعني جاي من نص الكتاب ما بعرف ليش. طيب، فازم، يعني تعرفين التحضير بجمل الاول مش من الاخر. فاذا موضوعنا هون، فهون بقول موضوعنا انه في شيء احنا حكينا انه في مؤلف الدوائر المنطقيه الكموميه، اوكي، السيركت كومبوزر، اوكي، وبدنا نعمل دائره كموميه، اوكي، دائرة منطقية كمومية. ففي هذا الفصل انت رح تتعلم كيف تستعمل برنامج السيركت كومبوزر، المؤلف الدوائر، اوكي، اللي هو وشو اسمه، وشو كل يعني مكون من مكونات ال شو اسمه المؤلف، شو هي وشو وظائفها، اوكي، بالنسبة ل شو اسمه، بالنسبة إلى إنك تعمل أو تشغل التجارب تبعيتك والاختبارات تبعيتك. أوكي، فالمؤلف هون الكومبوزر راح يساعدك إنك أنت بشكل رسومي، بشكل بنشاف، أوكي، قدام عينك، أوكي، حتى أو بشكل ملموس، يعني تصنع أو تصمم دائرة كمومية عبر ال واجهة المستخدم المدمجة بقلب الموقع، اوكي، اللي هي بالتالي راح تساعدك انك يعني تكون مفهوم عن المسائل الأساسية او المبادئ الأساسية تبعيت ميكانيكا الكم اللي هن مستعملين حتى يحسنوا الاختبارات تبعيتك. تمام، بتعرف انت بتعمل زي كأنك مختبر كيمياء او مختبر فيزياء، هيك المختبرات عم يحكوا فيها. ف بس هي مش فيزياء كيمياء طبعا، احنا بنحكي هون برمجه وكمبيوتر يعني. فانت هون راح كمان تتعلم كيف يعني تعمل استجلاب لدوائر كمومية من برا، اوكي، يعني تاخذ فكره مسبقه عن النتائج، اوكي، تبعيت شو اسمه، تبعيت كل تجربه اللي عملت، وتخلق انت اول دائرة كمومية لإلك. هلأ ال المواضيع التالية هاي رح تتغطى في هذا الفصل. فإذا انك تعمل الدائرة الكمومية تبعتك باستعمال برنامج الكومبوزر المؤلف، وبصنع اول دائرة كمومية لإلك، وبعدين بيلد تجربه بنسميها كوين فليبينج. كوين فليبينج يعني قلب، يعني الكوين هي العمله المعدنيه، وفليبينج يعني التقليب. فهون كيف تقليب وجه بين وجهي العمله، عرفت كيف؟ طيب، فبتعمل تجربه تقليب وجهي العمله اذا بدك تسميها كوين فليبينج اكسبيرمنت. تمام، هلا عبر نهايه هذا الفصل انت راح تعرف كيف تعمل دائرة كمومية باستعمال ما يسمى المحرر الرسومي، جرافيكال اديتور. جرافيكال اديتور هو المحرر الرسومي بالاسود السميك. تمام، ولحتى تخلق ال باستعمال يعني محرر رسومي، حتى محرر رسومي، اوكي، حتى تصنع التجارب اللي هي بتحاكي البوابات الكلاسيكية، بوابات منطقية الكلاسيكية، وبعض البوابات المنطقية الكمومية. وانت راح تتعلم انك وين تختبر النتائج المختلفة تبعيت، وين تتفحص، قصدي تتعلم وين يعني تعرف المكان اللي بتفحص فيه الواحد نتائج التجربة تبعتك، مثل يعني ستيت فيكتورز، اوكي، في ال كيف بدي اقول لك، هدول المتجهات اللي بتحمل الحاله، اوكي، والاحتمالات تبعيتهم، اوكي، قيم الاحتمالات تبعيتهم، تمام، نسبه الاحتمالات تبعيتهم. طيب، وهذا راح يساعدك تفهم كيف بعض يعني
العمليات الخاصة بالبوابات المنطقية الكمومية يعني بتأثر على كل كيوبيت موجودة، اوكي، على كل بوابة، على كل بت منطقة كمومية هون، تمام. طيب هلا، فإذا هلا المتطلبات التقنية عندك هون، بفحص عندك فهم أساسي للحوسبة اوكي بشكل عام، يعني كبرمجة، مثل فهم مثلا شو يعني البوابات الأساسية، يعني دارس، كون دارس اللوجيك سيركت في الجامعة. إذا مش دارس اللوجيك سيركت في الجامعة راح تتعب منها. لا ولا اوكي، هو ما بيحكيش كثير، هو بديش بدك تستعمل الكتاب، بس انا بحكيك بصراحة، روح راجع مادة اللوجيك ديزاين اوكي، ولو شوي اولها يعني. مثلا فمثلا عندك هون البت فليب، يعني انك تقلب الصفر للواحد والواحد للصفر. النوت جيتس، بوابات النوت، يعني البوابات اللي هي هي البوابات اللي بتعكس العملية المنطقية. النوت يعني كلا او ليس، هون ليس مثلا عندك ابيض يعني ليس اسود، بتعني ليس اسود، لانه اذا بتطلع بيض واسود يعني اوكي. والى ما ذلك، بقول لك السورس كود مستعمل موجود فيها رابط قدامنا، هذا فيك تجيبه من موقع الجيت هاب. كمان رابط تبعيه الفيديوهات موجودين هون اذا بدك تقراهم تحضرهم بالانجليزي، مش حايلين لك شيء احنا، بس اذا حابب تتابع معنا بالعربي تابع معنا بالعربي اوكي، حتى لو صرنا بالفصل الثاني يمكن اهون لك شوي لحتى تفهم شو عم بصير. كنت تستصعب لهجه اللي عم بيحكي انجليزي. ف هلا هون بدنا نشوف كيف نعمل دائره منطقيه كموميه باستعمال الكومبوزر المؤلف، تمام. بهذا الفصل، بهذا القسم، راح يعني نراجع شكل ال يعني كيف ايه شكل الكومبوزر، شكل المؤلف على الصفحة، بحيث انك انت تفهم كيف الكومبوزر بتتصرف وبيشتغل لما بتحاول تصنع انت الدوائر الكمومية تبعتك او تحررها. وهون راح كمان نصنع بعض الدوائر الكمومية، يعني حتى نستفيد من المزايا اللي بتنشاف، هاي المزايا اللي كيف بدي اقول اللي بتعمل تصور لإلك للأمور، بتخليك تشوف قدامك الأشياء قدام عينك، من ال يعني المزايا الموجودة في قلب الكومبوزر، قلب المؤلف، لحتى تعمل تخلي كل شيء سهل حتى أنت تقدر تفهم الدوائر الكمومية المصنوعة. خلينا نبلش عبر تشغيل الكومبوزر. طيب هلا تنسوش انا شوي الواجهه بتفرق، فما حدا يعني يلاقي الامور صعبه. هلا لحتى تخلق الكوانتوم سيركت اوكي او الدائره الكموميه، خلينا بالاول نبلش نفتح السيركت كومبوزر، مؤلف الدوائر، مصمم الدوائر زي ما كنت اقول كمان، لحتى تصنع او لحتى تفتح الكومبوزر اوكي. اكبس على السيركت كومبوزر، ايقونة السيركت كومبوزر الموجودة على اليسار. طيب مثل ما هو موضح لك هون. طيب انا هفتح الصفحة اوكي، بنفتح حتى نشوف هون في سيركت كومبوزر، هون هي كوانتوم كومبوزر، هذا وشفت الايقونة تبعته، هذا هي، شوف كيف بالتماثل يعني بالشبه اوكي، هي هاي تمام. فهاي كوانتوم كومبوزر هلا كنا عاملين شيء قبل هيك للتسلية، تمام؟ التسلية ما كانش مقصود من الشيء، بس كنت عم حاول اشوف الازرار من قراءة سابقة. لكن عم نمشي مع الكتاب هلا، أول شيء خلينا نعمل هيدي ديليت، نبلش من الصفر. اوكي. نسالي اياها. اوكي. واضحة يعني. هلا. نرجع للكتاب. هلا بما انه أنت فتحت الكومبوزر، خلينا ناخذ لفه على كل عنصر من عناصر المحرر الكومبوزر، المحرر المؤلف، شو في، شو بتعطيك كل شقفه منهم، كيف كل مكون هون. طيب فبهالفصل، بهالقسم انت راح يعني تاخذ ايدك على كل مكونات او تتعود على المكونات اللي هي بتالف الكومبوزر. كل واحده من هدول عندهم مزايا محدده ل
مكونات آلة المكونات المختلفة تبعية المحرر الكومبوزر، فهذول راح يوفروا يعني نظرة معمقة عبر السماح لك انك انت تعمل اشياء مثل مثلا تتفحص او تعمل تدقيق بالنظر يعني على النتائج تبعية اختبارات او التجارب اللي انت عملتها عبر عرضة نتائج بطرق مختلفة، اوكي، طرق متعددة. ف يعني اوكي انك تعمل هيك رسم او تصور لتركيبة الكوانتم سيركت لدقتك يعني، او شو اسمه، او عمل تصور للانشاء او او لتصنيع الدائرة الكمومية راح يساعدك انه يعني تكون فهم اوكي عن كل بوابة منطقية، وكيف كل بوابة منطقية بتأثر على الكيوبيتات، تمام، أو بتأثر على كيوبيت واحدة حسب، تمام. هو بيقول بيأثر على كيوبيت، المهم أنا بحكي بشكل عام، أنا حتى ما بعرف بس عم بقول لكم بشكل عام، تمام. ف حتى ما نكونش واقعين بالخطأ يعني بأي طريقة، هيك قصدي يعني. ف هلا فهم مؤلف الدوائر كيف، فاهم السيركت كومبوزر. ففي هالقسم نحن راح نراجع الوظائف المختلفة المتاحة لنا حتى نتأكد انك انت، او حتى يتأكد هو الكاتب انك انت عندك فهم جيد لكل المزايا المختلفة المتاحة لك. ففي الصورة هون في عندك يعني شو اسمه صورة السيركت كومبوزر كيف مبين عندنا، تمام. طبعا احنا شوي بيفرق، اوكي. هلا ما بعرف كيف هو، يمكن الواجهة عنده قادر يغيرها او شيء. على كل، هي سيركل كومبوزر هون. ما بعرف اذا هذا المشهد فينا نخبيه، هذه الشفرة تبعت الملفات. ف هن مش حاطين شيء لاجل الواجهة، بس خلينا نشوف الاكونت ديتيلز. الواجهة ما بعرف مش حاطين فيها هذا الكلام. طيب اشوف هون في شيء هيك، لا ما في شيء هون. شو هاي الدوكيومنتيشنز والتوتوريالز اذا بدك تقراهم هون، هاي الوظائف اللي حطيتها على الكومبوزر، وهذا الملفات تبعونك يعني، هاي الجوبز، هاي التوتوريالز، اوكي اذا حبيت تقراهم لوحدك، تمام. انا بلش شوي مرة اقرا فيهم، هن كويسين ما بقول لا، بس انه احنا بدنا نمشي مع طريقة واحدة ما نضيع فيها. بالكتب دائما امور مرتبة دائما، اوكي، ما بقول بالتوتوريالز وش مرتبة، بس بحس الامور شوي هيك بدون تسلسل واضح، عرفت كيف؟ التوتوريالز اللي بحطوها على الاي بي ام، حطوا اي شيء سريع بس انه هن بدهم يركزوا على البرنامج تبعهم يعني، هي الاصل. هيك بلاحظ انا، هاي ملاحظاتي بس مش اكثر، يمكن اكون غلطان. اوكي طيب هلا كل وحده من هدول اللي انتم شايفينه بالالوان الايقونات هول، كل وحده بشكل عام بشكل عام في منهم جيتس، في عندهم هذا مثلا هون بيقيس لك القيمه اللي صار على الجيتس، كلهم هدول في جيتس، وفي يعني اشياء اخرى بتفيدك في رسم الدائره الكهربائيه المنطقيه، تمام. هلا فمن الصورة السابقة انت بتشوف هدول، اوكي، فعندك في شو اسمه سري او سلسلة من البوابات ومن العمليات، او اذا كانك تقول عمليات حسابية يعني، يا هن عمليات يا هن عمليات حسابية، عرفت كيف؟ بس مش حساب ارقام يعني، حساب بتعلق في الكوانتوم نفسه، اوكي. انا بقول ان اوبريشنز، شو ما كنت اوبريشن معناها بالبرمجة نحن، فممكن تكون يا عملية حسابية زي اشارة الجمع والضرب، او بتكون عمليه بشكل عام مش مهم شو هي، اوكي. عشان هيك عم بقول انه اوبريشن من حيث انه هاي الاشاره بتحطها انه كعمليه يعني. ف بهذا
فانت مثل ما بتشوف في البريسيدنج يعني بالصورة السابقة، كل واحدة من هذول المكونات عندهم وظيفة محددة او عملية اللي هي ممكن اللي هي بتشتغل على كيوبيت او كيوبيتات بشكل عام. اوكي، مثل ما احنا ما غلطناش لكن. فاذا نحن راح نغطي بالتفصيل الفصل السادس فهم البوابات المنطقية الكمومية، اوكي، الكوانتوم لوجيك جيتس، كيو ال جي اذا بدك تسمي اختصارا. فاذا بما انه نحن او بما مثل ما احنا عم نشوف في الصورة التالية، في تحت في عندك مجموعة من البوابات والعمليات اللي احنا في عندنا تحت هدول عم بحكي هو، انا هاي قريتها فهمتها بالقلب، المهم ما بتعرف انجليزي اقلب على العربي، بجد العربي بطريقة القراءة. فهون عندك هاي عندك الايقونات كل وحدة بتمثل جيتس، بتمثل بوابات منطقية زائد عمليات. هلا في كمان تحت منه سطور، فانت هون هذا السطور اللي هون زي ما نشوف هون عندنا في الموقع، لاحظ هون سطور هول بتعبي فيه، هون بيطلع لك كيوبتات معينة، وهي اذا بدك فيك تشيل وحدة منهم، بس هذا سطر الزبالة اللي مبين. اوكي، فكل سطر بتحط عليه البوابة او الزر اللي بدك اياه من هدول، يعني حسب حاجتك يعني. هذا بنشوف كيف، لانه احنا بدنا نصمم وحدة وهن حيعلمونا كيف راح نصمم وحدة. اوكي، فانت التحرير تبعك حيصير هون، يعني بتصير مثلا بتجر هاي بتحطها هيك مثلا، تمام، بتشوف في كنترول زد، فش كنترول زد، فبالك هون تشيلها، لا كيف بدك تشيلها هاي، اوكي ديليت، رايت كليك وديليت خلص، اشوف في كات وبيست وكل شيء. طيب هلا شيء، هلا مثل ما شايف في الرسم هذا اللي هو نفس هذا الرسم هون، هتلاقي اسطور هون يا كيو 1 كيو 0 كيو 1 وكيو 2، فيك تزيد هون، وفي عندك كيوبتس زياده فيك تزيدهم، في عندك سي 3، تمام. فبقول لك هون انت مثل ما شايف هون في الرسم قد الدائره الافتراضيه بتحتوي على ثلاث كيوبتات، كيو 0 كيو 1 كيو 2، اوكي، كل واحدة مرمز لها بحرف كيو يعني. والفهرس بيكون نازل ورا منها 0 1 2، اوكي. ماشي، فكل كيوبات هي بتكون فكل كيوبات هي يعني مهيئة ل حالة أساسية بالصفر، يعني هذا كلهم بيكونوا مصفرين، تمام، قبل ما تشغيل كل الكيوبتات هذول بيكونوا مصفرين قبل ما تبلش تشغيل التجربة. اوكي، هلا اوكي، هلا بعد الكيوبت انت راح تشوف سطر، اوكي، اللي هو بيشبه واير طالع، يعني عم تشوف هون خط هيك، بعد كل كيوبيت تشوف خط كأنه واير، كأنه كابل، عرفت كيف؟ هلا بنوصل عليه الجيتات البوابات، اوكي، هلا مثل ما تشوف انت في الصوره، انت في هذا الخط هو المكان اللي انت راح تخلع عليه الدائره المنطقيه الكموميه عبر وضع عد بوابات مختلفه متعدده وعمليات كمان، وكمان ما يسمى البريرز يعني الحدود عليهم، اوكي، يعني تحط مطرحه زي حواجز عليهم. فالدائرة بتكون عندك عندها حاليا هلا ثلاث ويرات، ثلاث كابلات، ثلاث وصلات، يعني هذا ثلاث وصلات هون، كل واحدة منهم يعني بتكون مرتبطة بالثلاث بتات اللي عندك، ثلاث كيوبتات اللي عندك على الجهاز الكمومي. السبب انه
انه هو مسمى مؤلف كومبوزر، هو بالاساس للواقع انه هو بيشبه كتير مثل مسميه الكومبوزر لانه كتير بيشبه مثل السلم الموسيقي، اوكي، نفس طريقة السلم الموسيقي. اذا فرجيكم صور للسلم الموسيقي الرسوم اللي ما بيعرف، اوكي، بس خليني افرجيكم ميوزيكال. مثل يعني تقريبا، خلينا نحط الجزء احسن. مثل هيك، كيف الصورة؟ هيدي مثل هيك، شايف كيف بتصير؟ فأنا كأنك حاطط يعني تقريبا، حنحطهم تقريبا شيء بيشبه هذا الشكل، مثل فرجيتكم نحط كل وحدة، فإحنا حصير عندك مثل السلم الموسيقي، أوكي؟ فأنت تعرف أنت بتحتكون تكون مؤلف موسيقي، بس مش مؤلف، مش مؤلف كمومي، مش موسيقي يعني، عرفت كيف؟ طيب مشان هيك بسميه كومبوزر، هي كومبوز ميوزك يعني، هيك بقولوا بالانجليزي، كي الف موسيقى، تمام. فانت لما بحالتنا الرموز الموسيقيه اللي شايفينها هون احنا عندنا، اوكي، هي حتكون محلها الجيتات تاعتنا، عرفت كيف؟ يعني الشغلات تبعيتنا هون هدول بتصير نزيدهم على الخط، عرفت شو؟ تحط وحدة على الزيرو، على الوان، على اثنين، عرفت كيف؟ على كيو 1 كيو 1 كيو 1 كيو 2 كيو 0 هيك قصدي. طيب فبالقسم التالي هون راح نشوف الاختيارات اللي انت متاحة لك حتى تظبط المشاهد تبعتك تبعيت الاي كيو اكس، سيرفر الاي كيو اكس، واجهة الاي كيو اكس لو بتعرف سيرفر تبع الكوانتوم، سيرفر الاي بي ام. فنحن راح نسمح لك انك تتاكد انت فيك تشوف اللي انت بحاجه تشوفه بينما انت عم بتكتب برنامجك او بتصنع برنامجك الكوانتوم، تمام. هلا نتعلم كيف يعني نعمل الواجهات تبعيت الصفحة على كيفنا. هلأ عم نتابع ببرمجتنا في الكومبوزر، في المؤلف، على على وين هون انك انت ايه ف على يعني على الزاوية العليا من الكومبوزر بنشوف شو اسمه، يعني قائمة ال شو اسمه قوائم هون عم بيحكي، فهو عم بيحكي عن قوائم هون، فايل، اوكي، اديت، هو في الانسبكت هي ما تشغل هذا ولازم، يعني في عندك هدول قصص الفيوز المشاهد، اوكي، وفي عندك شير الكود تبعك تعمله شيرينج، اوكي، كود الكوانتوم او الدائرة هاي بتعمل لها شو اسمه مشاركة. طيب فاول شيء هو راح يغطي كيف بتحفظ السيركت تبعتك. راح تعمل اول شيء بالاول اكبس على الديفولت تكست، اوكي، على النص الافتراضي، على الزاوية، على الزاوية. طيب خلينا نعمل حفظ، بس اذا بدك تعمل حفظ يعني فايل، اوكي، او مثلا وين هي فدور على قائمة الفايل سيف، اوكي، لا مش هون، هي مثلا. هلا هنا بقول لك تعملها داونلود هون، تمام. بس خلينا نشوف بالكتاب كيف قصده بالسيفنج هون.
اللي هو مكتوب هون. طيب اوكي ماشي، فاذا بنكبس وين مكتوب Untitled Circuit او هون، ايه هون اوكي مثلا خلينا نقول مثلا نشوف لو ماشي my first circuit. طيب my first circuit، سيركوي هذا بالفرنسي اوكي، هي تحفظت هلا هون شفت تغيرت اوكي، بس هو بيعطيك اسم افتراضي بالاول، عرفت كيف؟ مش عارف انه طيب هاي بس عشان تغير اسمها، يعني انت مثلا هون رينيم اوكي نفس الشيء، هاي 1 مثلا رينيم شو ما فيها، كان عمل اياها من هون يعني ماشي، اكيد لازم تغير من هون لازم هي شو كيف. طيب هاي بيحكي عن هاي، فهمنا across the top of the composer you see a list of drop down menu options okay we can see in the for screenshot okay في عنا الفايل، في عنا edit، في عنا specs okay بس انا الفايل شفناها، الفايل شو فيها ها الفايل بتحطك بس هيك مثلا بتفتح ملف جديد هون لتكون خريطة جديدة يعني دائرة كومومية جديدة، هم تفتح اللي فاتح هون يعني مؤخرا اذا كان في شيء كنت فاتحه مؤخرا، تشوف التفاصيل مثلا اوكي امتى انعمل، شو الفايل تبع مين هذا كومبوزر ولا اوكي، اذا بدك تشارك الفايل اوكي، اذا في جوبز حاطه من هذا الملف اوكي، حاط مهمات يعني على المكنه تشغلهم تمام. هلا الايديت مثلا اذا بتسمح لك انك انت يعني مثل ما مبين هيا بنشوف هون شايف، هيا فيك تمحي الاشياء اللي انت اخترتها او كيف بدي اقول هون مثلا تنسخ، وبعدين فيك تمحي كل الدائره من الاول جديد يعني، يعني مثلا افترض حطينا هيك مثلا حطينا هيك بس للتخبيص اوكي، واجيت عملت له اول كلير هيك، فيك تعمل سيلكت اول شوفها سيلكت اول اوكي، فيك تعمل مثلا هي كلير سيلكشن شو اللي اخترتهم، كلير سيركت تمحي السيركت كلها، فهمت شو واضحه يعني تمحي السيركت كلها اوكي، ومانج ريجسترز بتشوف شو الريجسترات اللي عندك اوكي، شوف شو صاير في كل كيوبت عندك وشو معبى فيها تمام. هذا احدهم كان معلق لي فنشكره جدا. طيب انا مشكلة بدخل العربي والانجليزي فشان هيك التعليقات ما عادش بصير بحتاج اني اقراها على برنامج برتب العربي والانجليزي صح. طيب خاصة تعليقات اليوتيوب يعني معلش لحد هلا مش ضابطة مش حاطينها اوتو يعني وين كنا كمان. طيب الانسبكت حتى تعطيك القدرة انك يعني تعمل شيء نوع من الديباجنج، كيف تعمل ديباج مود مثلا بالاسامبلي بتاخذهم سطر سطر، او بالبرمجة العادية بتاخذهم سطر سطر بتشوف شو صاير في الجهاز في البرنامج تبعك، هاي بتعمل انسبكشن بتعمل تحقق تعمل تدقيق. طبعا الفيو والشير والمساعدة مبينين اوكي، الفيو بتشوف بتعرض الاشياء اللي انت بدك تعرضها اوكي، مثلا ستيت فيكتور بدك تعرض ستيت فيكتور بتعرضها هون تحت اوكي، ستيت فيكتور مش عم بين هي اوكي، بس هون في عنا هيدا تكون اقل عرض من هيك يعني بقدر ازيح هاي شوي، لا شايف ستيت فاكتور مش مبينة، بس اذا بدنا شنو البروبابيلتيز بين ستيت فاكتور فهمتني كيف يعني. يمكن اذا صغرت شوي عملت كنترول ماينس بالفايرفوكس بلكي بصير يبينوا اكتر، بس عملنا فيو
هيك كيف بصيروا يبينوا اكتر، شو قصدي؟ طيب هلا هلا المحرر الرسومي، مشهد المحرر الرسومي هون، لانه انت في عندك مطرحه هون مثل ما لاحظ، تكتب الكود هون، لاحظ كيف فيك تكتب الكود هون ماشي. اذا عايز حطيت مثلا هون الرسمه، شو بصير؟ بصير عندك الاتش هذا وبتاخذ الكيو 0، فهمت شو قصدي؟ يعني اذا محيت من هون بيروح من هون، يعني فيك تكتب تستعمل رسام او تستعمل كتابة. يعني لازم بلش نتعلم كمان تستعمل كتابة، لانه مرات اسرع لنا شوي. اوكي، يعني تقريبا ما نحن بنبرمج تقريبا هون شو عم نعمل. وبعدين عندنا هون انه سيركت كومبوزر، فيه السيركت كومبوزر والجيتس والاوبريتورز والاوبشنز. يعني في عندنا مؤلف دائرة، وفي عندنا البوابات والعمليات المنطقية، وفي عندنا الخيارات. اوكي ماشي. في عندنا مثلا نزلهم هيك، مثلا في عندنا خيارات تعمل هيك. الرسمة اللي رسمتها هاي هون فيك تقلبها ل PNG. يعني هلا لا انا رسمي خربطة اي شيء. اوكي، اذا عملت انا هيك شايف كيف؟ بحول لي الرسمة، يعني نزلناها رسمة خربوطة، تمام؟ صار عندك يا صورة، يعني هون بتصير تحفظها هي يا PNG يا SVG يا PDF، اوكي؟ اجين كولابس جيتس شو بصير؟ سبام جيتس، ايه ماشي. شو في جيتس تاني؟ زيد كاستم اوبريشن، اوكي، تعمل عملية على كيفك. تمام. هلا هون كمان ستيت، شو كمان عندنا هون؟ هلا انت بما انه نعرف وين فينا نخرق كوانتم سيركت، هلا صار فينا نعمل كوانتم سيركت هلا. اوكي، انه عرفنا وين بدنا نعمل كوانتم سيركت، دائره كموميه. خلينا نشوف على ديسبلايز اللي هي بتامن لنا النتائج. فالنتائج طبعا في عندنا ستيت فيكتور، مثل ما شفنا ستيت فيكتور تحت هي. خلينا بس نصغر الصورة. هذا ستيت فيكتور هون، الاحتمالات والكوانتم سفير. اوكي، شو بصير فيها؟ طيب فستيت فيكتور بسمح لك انك تشوف حالة تشوف نتائج ستيت فيكتور تبع الدائرة الكمومية تبعتك. ستيت فيكتور هو تعرفه يعني مؤشر الحالة اذا بتسموه، او اوكي. فهون بيقدم لك الاساس الحوسبه على طول الاكس اكسس وال اوكي على محور الاكسات، محور الاكسات يعني المحور اللي صاير الافقي، والامبليتيود يعني يحكوا مثلا عن الصوت، ويحكوا الامبليتيود تبع الصوت يعني قديش انت الصوت قوي، اوكي، فقديش عالي، اوكي، على مستوى ال محتوى على محور العمودي، اوكي الواي، اوكي. يعني الاكس اكسس هو محور السينات اللي بيعرفه بالعربي، والمحور الواي هو محور الصدأ، محور العمودي، اوكي. فمحور السينات هو محور الافقي، والمحور العمودي هو محور الواي او الصاد، تمام. طيب بهالحال بما انه احنا ما عندنا اي بوابات او اي اوبريتورز، اوكي، اي مشغلات او اي عمليات حسابيه على الدائره تبعتنا، فهيك بتكون اول شيء. شايفين كيف بتكون هيك
خلينا نفضيها، خلينا نفضيها اول شيء كثير السيركت، فشوف كيف هيك ببين عندك بالاول صفر ما في شيء. امبليتيود عندك اياها وين؟ هون واحد. اوكي هلا وبتكون فيها الحاله الاساسيه الحاله الاساسيه بتشير انه كل الكيوبتات محطوطين على الصفر. اوكي حالتهم كلهم صفر، فش فيهم شيء، يا كلهم على الصفر، شايف كيف؟ كلهم صفرين، شايف كيف؟ فش شيء. ايه شايف كيف؟ صفر. طيب شو بعد في عنا هون؟ اظن كمان طالما هو حاط هاي القائمة يعني انت فيك تكبس هون وتنزل الصورة زي ما بدك، يعني هلا هاي الصورة هيك عشان نشوفها عم كبر. شايف كيف؟ يا اصبر تمام، الامبليتيود فش واحد يعني تمام، قديش القوية يعني. طيب هلا هون كمان عندنا خيارات اخرى انه في شو اسمه اوكي عندنا هالخيارات يعني ما في شيء، بس انه عم بحكي لك عن هاي الخيارات. وهون داونلود سي اس بي بتصير الداتا اللي بتنزل هون عندك في الرسم بيحول لك اياهم ل سي اس بي. اوكي كل عمود هون بينزل الداتا تبعيته تمام، ونفس الشيء مع البروبابيليتيز بتقيس الاحتمالات. اوكي بنفس الطريقه. وفي طبعا بس خلينا نقول يعني هون بس عم بقول لك هذا بيمثل او بيعطيك القياسات المحتمله، قياسات الاحتمالات المتوقعه من من الدائره الكموميه اللي راح ترسمها. اوكي فمثل ما قلنا في الفصل السابق هون هلا لانه انت ما عندك اشي، طبعا لانه ما عندك اشي هون خلينا نعمل لكم اياها هاي داونلود بي ان جي بالاحسن عشان نكبرها. لو ما عندك اشي هون بتبلش من الصفر كمان، والنسبة هي هون شايف من الصفر على 100% اشي مثل الاولانية. وفي عندنا كمان الكيو سفير الكوانتم سفير. اوكي هي بتمثل البلوش سفير. اوكي يعني بنصحكم عشان تعرفوا البلوش سفير اكثر روحوا على الفيديوهات اللي شرحنا فيها الكوانتوم اول ما حكينا لكم باول درس مشروح على البلوش سفير شو هي. بقول لك هي مشابهه للبلوش سفير، لكن البلوش سفير مع عنده بعض يعني بعض التقصير، في حدود له. اوكي بالاخص لما بتشتغل عن على اكثر من كيوبت وحده. اوكي البلوش سفير او كره البلوش انه هي الرسمه شايف كيف في كره هون تمام، ف بلوش سفير هي مستعمله حتى تمثل القطعه المستقيمه المتجهه اوكي تبع او السهم تبع الحاله الحاليه تبعيت شيء كيوبت اي كيوبت ان كانت. اوكي فالكوانتم سفير او الكيو سفير الكره الكموميه ممكن تستعمل حتى تمثل الحاله تبعيت كيوبت وحده او عده كيوبتات. اوكي او تعطيك المعلومات تبعيت الحاله تبعيت كيوبت وحده او عده كيوبتات، وهذا يتضمن ما يسمى الفيز انفورميشن يعني التبدل، معلومه التبدل. اوكي وبال اوكي بالصوره عندك بتعطيك انه التمثيل تبع الثلاث كيوبتات اللي احنا عندنا اياهم في الدائره تبعتنا واللي كلهم بيكونوا في الحاله الاساسيه تمام. يا
شو الحالة الأساسية. طبعا الحالة الأساسية إذا بكونوا واقفين على الصفر كلياتهم ثلاثة، فشان بيطلع عندك السهم طالع بس لفوق. اوكي، فالكيو كيو سفير فيو، اوكي، مشهد هون عندنا الكيو سفير، الكرة الكمومية عندها مكونين. الأول هو الكرة نفسها، تمام، اللي هي بينجي فيها شو اسمه المتجه تبع الحالة تبع يعني حالات الكيوبتات المختلفة اللي ممثلة من خلال فيكتور، مش من خلال سهم هيك، اوكي، اللي هو ببلش من مركز الكرة، وعلى نهاية الفيكتور في كرة صغيرة فوق هون، تمام، اللي هي بتمثل تفاصيل الحالة. شايف كيف؟ تفاصيل الحالة. هلا الحالات بتكون ممثلة عبر كرات صغيرة اللي هن بينشافوا لما شو اسمه يعني تحاول تحط الفول ماوس فوقهم. كيف يعني؟ هاي الكرة، شايف كيف؟ بس شاور عليها بيعطيك اياها. احط انا زيرو عشان تبين هذا. اوكي، مشكلة الواجهة هون كتير صغيرة ما عم تناسبني، تمام. تشوف اذا حطيتها في 11 فول سكرين. اوكي، هي بس شاور عليها هيك. اوكي، يعني طيب يمكن بدها شاشة اطول شوي، مش شاشة عريضة، شاشة طويلة. اوكي، او اذا قلبت الشاشة بالطول يعني. كيف عملت هون من هاي الطريق، من هون اقلب الشاشة حطها على اليمين ولا على اليسار؟ اوكي، طيب ماشي. هلا الصورة السابقة هون بتشرح عن ثلاث كيوبتات اللي عندنا في الحالة الأساسية صفر، مع الاحتمالية تبعيتهم واحد، اوكي، مع قيمة الاحتمال واحد، وشو اسمه زاوية الانجل، فيز انجل بسموها، تبعيتها بتكون صفر، الزاوية هاي تبعيتها بتكون هون صفر. ف اوكي، يعني الاختلاف في الزاوية هون بتكون صفر. طيب هلا فاذا المكون الثاني هو موجود على اسفل اليسار، اللي هو اللي هو بقول لك هون هدول، اوكي، شو اسمه بيوصف الفيز تبع الحالات، اوكي، تغير بالحالات. فبما انه اوكي بما انه الكرة الصغيرة بتمثل الزاوية تبدل او الفيز، اوكي، بتكون هي صفر، لون السفير، لون الكرة حيكون شو؟ ازرق. هي هون تكون زرقاء، عرفت كيف؟ هي الالوان هون شايفينها حسب شو الزاوية اللي ماشي فيها. فاذا كانت زرقاء بتجي صفر الزاوية، اذا كانت حمراء بتكون على باي اوفر 2، على يعني 90، هون على الباي 180، هون على 270، اوكي، والفيز بتجي جاي للزاويه بالعكس، بعكس يعني الرام بيكون بوزيتيف بالزوايا، رام بيكون موجب بالزوايا، بس تمشي بعكس عقارب الساعه، اوكي، مع عقارب الساعه بيكون سلبي. اوكي، فلون الكرة هون بتغير حسب هيدي اللي تحت عنا هون، اوكي، حسب يعني حسب هذا الالوان الموجودة هون بتختارها، بتقول لك شو لون شو رح يصير لون الكرة اللي فوق، اوكي، ومنها بتعرف الزاوية. هلا في عنا خيارات مختلفة هون متعددة. على اليسار في عندك انه في عندك القائمة هون، انه فيك تحفظهم بالطريقة اللي بدك اياها، وتحفظ الداتا المعلومات كمان CSV كمان، اوكي،
وفي عندك اذا كانك حابب مثلا تفعل الفيز انجل ولا ستيت بالعرض، عرفت كيف؟ زي ما بدك. تمام، فبصيتك بس هون مثلا تحت، هلا هو مفعل الستيت ومفعل مفعل الستيت فيز انجل، هاي تفتح الفيز فيز انجل، هاي ستيت، عرفت كيف؟ ستيت هي عم بدنا نشوف كيف، خلينا نصغرها شوي، هاي ستيت وهي الفيز انجل. تمام، بس الفيز انجل لازم تبين معانا هون او بالالوان، يعني عم بقول هو بالالوان. طيب هلا في كمان على اعلى اليسار في عندك قائمة بتسمح لك انك تبدل بين كل المشاهد اللي احنا شفناهم، طيب او النوافذ اللي احنا شفناهم. وين هيدي؟ على اعلى يسار. هلا انا ما عندي شيء لانه هو عم بيحكي باصدار قديم شكله من البرنامج، اوكي او ادم. تمام، كمان الكود اديتور فيو، هون تكتب كودك. تمام، هون تكتب الكود تبعك عشان تطلع الرسمة وانت عم تكتب بس بالآخر. تمام، فبقولك ب شو اسمه، على اعلى الكود اديتور نحن بنشوف في عنا ثلاث تابز، اوكي بالاخص في عنا اسمهم الكود والدوكس والجوبز، كل وحدة بتعرض ديتيلز عن حالها، اوكي تفاصيل عن حالها. طيب فاذا في عنا هون هاي، لا هيدا هون كوبي كود امبورت كود، هون كيف تسحب كود وتدخله وتنزله وتبعته الى اكسبورت وهيك، وهيدا شو فيها؟ هذا اذا بدك تستعمل الاوبن اسمبلر، اوكي تبع الكوانتم اسمبلر، او بدك تستعمل الكسكت حسب شو بدك انت. طيب اوكي، بعدين الخيارات المتاحة بالكود اديتور بتوفر طريقة لحتى تنسخ وتعمل امبورت اكسبورت، شفنا اوكي، وانت كمان ماشي مع الكيو اس ام. رفرنس لينك، اوكي اللي هي بتوجهك نحو التفاصيل تبعت الكوزم لانك. طيب وين هيدي الرابط اللي عم بيحكوا؟ رفرنس لينك، بدك تجي هي اها تكبسها ماشي. ايه فهذا هون بيعطيك الدليل تبعها وشو كيف بتاخد كل كلمة وكل هذا، عرفت كيف؟ طيب كيف تنكتب اللغة، يعني الدليل تبع اللغة، مرجعك تبع اللغة. اوكي طيب هلا هون خلص واضحة، وفي الجوبز وفي الدوكس، الدوكس الدوكيومنتيشن التوثيق تبع الكومبوزر، اوكي والجوبز المتاحين لإلك كل المهمات اللي بدك تحطهم. خلص خلصنا بكفي، هلا نكمل ببعد الحكي هذا نفسه، بقول لك احنا شو تعلمنا وشو ما تعلمنا، عم بعيد نفس الكلام نفسه بديش. طيب هلا بدنا نعمل اول كوانتم سيركت. تمام، هني هنفوت بالدق. هلا بدنا رح نبني احنا دالة، شو اسمه، دائرة منطقية كمومية الها نفس تصرفات الدوائر المنطقية الكلاسيكية العادية على الترانزستور، عرفت كيف؟ هلا احنا كلنا يعني
معودين على البوابات المنطقية مثل النوت والاند والاور والجار. اوكي، هيدي بتعمل، هي بتنفي، هي علامة النفي، هاي علامة الجمع يعني شيء وشيء تاني، هيدي علامة الاختيار الاور، هاي او هاي. وفي عندك كمان الجزار، بتختار بس احدهما، ممنوع يكون اثنين موجودين بنفس الوقت، لان الاور تسمح بانه تختار اثنين مع بعض. تمام، يعني اذا تواجد واحد ممنوع يكون الثاني، هي معناها. فالتصرف هذا اللي هدول البوابات المنطقية بيأدوهم على شي بيت، ممكن إعادة تمثيلهم، أوكي، وعمل نفس الحكي على دائرة منطقية كمومية باستعمال البوابات المنطقية الكمومية. فأول تجربة لنا راح تغطي هدول الثلاث، أو هدول حتغطي هدول الأشياء الأساسية بالبوابات المنطقية. أوكي، هدول مثل حجارة العمارة، انت بتبني من خلالهم دائرة منطقية كاملة. اوكي، اللي هن راح يساعدوك تفهم شو العلاقة بين البوابة المنطقية الكمومية والبوابة الكلاسيكية. اوكي، المنطقية الكلاسيكية، ماشي. طيب، هلا اول تجربة لنا راح نعمل شيء يحاكي بوابة النط، يعني النفي. اوكي، بتقول زي ما بتقول في عندي ابيض، مش بتدخل عليها، يعني زي كانت بتقول مش ابيض، كلمة المش يعني هيك هي النط، ليس كلمة ليس. فاذا النط جيت هي معمولة حتى تقلب القيمة من صفر للواحد، اذا عندك في بت فيها صفر بتصير واحد، اذا كان فيها واحد تقلبها لصفر. تمام، فالبوابة راح تستعمل اللي احنا راح نستعملها، راح تعمل هذا، راح احنا نستعملها، هي بوابة النوت جيت. اوكي، فنحن راح يعني نغطي التفاصيل بالفصل السادس تبعت البوابات المنطقية. اوكي، بس لانه بدي اعلمك كيف تستعمل اول شيء المحرر او المؤلف. طيب، اول شيء بنجيب اشارة الزائد. تمام، فبنجيب اشارة الزائد هاي، فاول شيء بنجيبها بنحطها حتى نعمل نط. هاي شو مسمينها؟ النط جيت، شفتها اسمها نط جيت، حطها على البت الاولانية خلص، ماشي. هلا هو حط اللوين على البت الأولانية صفر. اوكي، هلا بقول لك اكبس وجر شو اسمه عملية القياس، يعني على اول كيوبيت، بمعنى بنجيب هون هيدا، هاي المجرون شايفينه، ونحطها على هون. عرفتوا كيف؟ ما انت بدك تقيس فيها الكيو زيرو. اوكي، فمشان هيك بتحط نط جيت، بتحط عليها جهاز قياس، شوف شو صار فيها. هلا كمان حط وين هون، بقول لك القياس بيحدث لما انت حاب تراقب الحالة تبعيت الكيوبيت. فهذا بيعني انه نحنا راح نخلي حالة الكيوبيت لحتى تصير يا صفر يا واحد. فبهذا المثال هو يعني دغري هيك، لما احنا بنقيس الكيوبيت بعد النوت جيت اللي وبعدين القراءة راح تكون واحد. هذا لأنه أنت الحالة الأساسية شو كانت؟ صفر. أوكي، لأن أنت أصلا مصفر كل شيء، فبتبلش فيها تقلب، تحط لك إياها واحد. أوكي، فلما تحط نوت جيت راح تقلبها من صفر للواحد، لذلك نحن بنتوقع إنه القراءة حتكون واحد.
عرفت كيف؟ بالصورة هون بالرسم حتكون هاي، حتقرا لي هون واحد. هلا هي بعدها صفر، بس لما تشغلها احنا حتعطيني واحد، اوكي، لانه هون الكيو زيرو اصلا مصفرة، تمام. وحط مثلا هلا كمان جر لك عملية قياس ثانية على الثاني كيوبيت، ونحن رح نعمل هذا الشيء لحتى اوكي نقارن الفرق بين اللي احنا ممكن نشوفه يعني هو بده اياك تحط وحدة تاني هون هيك، اوكي شايفة كيف؟ هلا بالقياس شو صار عنده؟ الكيو 1 صار كان واحد، بعد النط هون الكيو 0 شو صارت؟ واحد صفر، هو مبلشها هون كان واحد صايرة صفر، فهمت كيف؟ يعني قلبها، يعني الكيو 0 مفروض تكون شو اسمه كيو 0 بتكون هي اصلا مفروض تكون صفر، مفروض هو بس احط هون هيدا بعد النط اشي بده ينعمل. لا طيب، طب احنا جرناها هون، طب الكيو 1 هون صارت اصلا الكيو 1 لازم يكون صفر، هون صارت واحد. طيب بالقياس بس هون انت عم تحط صفر على الكيو زيرو. طيب هلا بنشوف شو هو اصلا. طيب هون عم بقول شو، طيب اوكي عم بقول انه هون بتقرا النوت جيت بتصير بيعطيك اياها بتحطها وراها، احنا حاطينها وراها هون. طيب وبعدين القياس هون كيف بيتم، فنحن هون بيحدث لما احنا حابين نراقب الحاله تبعيه الكيوبيت هذا بي والشي بيعني انه نحن راح نحول الحاله من تبعيه الكيوبيت من لا شيء يا صفر لواحد. بهاي المثال هو دغري، اوكي هذا اللي حكيناه، وهذا بسبب انه الحالة الاساسية هي معروضة لتكون صفر، فتطبيق النوت جيت راح يقلبها من صفر لواحد. طيب طيب هذا شوف هون هلا بعدين طيب اوكي طب خليني بس احط هون، انا من عندي في شغلة انا ما واضحة عندي، اذا حطيت هون النوت جيت مثلا هيدي الصفر هون، طيب انت حطيت هون نوت جيت المفروض هون تصير صفر، طيب ليش هون حاطة واحد؟ هي مفروض اصلا مسفرين هدول، والكيوب الكيوبت الثاني اذا بنقيسها اوكي هي اثنين، تمام. ماشي طيب هلا كمان هو حط وحده هون حسب الرسم. طيب هي ذات حطيتها هون، حطيتها هون السرش. طيب طيب اول شيء خلينا نلاحظه انه قبل ما نشغل التجربه، لاحظ انه البتات الكلاسيكية هن بيكونوا على خط واحد مثل ما صاير هون في الصورة هون، بس هذا بالغالب حتى يوفر مساحة. فشو اسمه ف
فانه هيك بدل ما يكون عندك انه 3 خطوط بيكون كل واحدة بتمثل بت عادية، واير واحد هو مستعمل حتى يمثل البتات الكلاسيكية، طيب بت العادية. طيب هلا لما احنا فهن عفوا فهن ممثلين اوكي بالسي 3 حتى يمثلوا او يشيروا على مجموعة 3 بتات كلاسيكية. اوكي هلا هون التاني شيء حتى تلاحظ بدك تلاحظه انه عمليات القياس هدول الزد، تمام؟ اوكي مربوطين مع الكيوبيت، رقم الكيوبيت عفوا، مربوطين مع رقم الكيوبيت على الكلاسيك بت نمبر، اوكي عرام البت الكلاسيكية. فهذا بهالحالة الكيوبيت زيرو رح تقرا لك رح تقرا بت زيرو، والكيوبيت وان رح تقرا بت واحد، بحيث انه البت زيرو هو يعني البت اللي هي جاية اول شيء على اليسار، اوكي اذا بتصفن يعني، اوكي يعني بدك تصف Q2 Q1 Q0 من اليسار لليمين، اوكي؟ فانت بتحكي هون اول كيو ليست سيجنفيكانت بت، بتحكي اول وحدة على اليمين. ما بعرف اذا حكيت شيء بالغلط هلا، بس انا بحكي انه هون Q2 Q1 Q0 ببلش فيهم، هي اول وحدة على اليسار، ثاني وحدة على وبتكمل من اليسار لليمين بدأ من Q2 نحو الـ Q0، اوكي؟ طيب هلا هلا خلينا نشغل البرنامج ران. وين الران؟ فايل هذا ريدو. طيب سكر الانسبكشن اوكي، بس هون اديت وين الران سيتنجز سيت اب اند ران. طيب خلينا نشغلها تبع مانيلا. اوكي سيستم ستاتس توتال بندنج جوبس في 11، لا بديش، بدي واحد خفيف. شو بدي فيه؟ بس بدي استنى هذا محاكي انا اخذ محاكي اسس نشوف شو صار بالكيو هون داونلود بالبيانجي كيف تغيرت. هي صارت ستيت 1 تمام. اي ستيت 1 شوف كيف صارت 1. اي ستيت تغيرت من نقلت من 0 لل 1. اوكي ماشي
ما هو اخر تبع فالنسيا، كان تبع فالنسيا نجرب على تبع فالنسيا جهاز حقيقي. خلينا ناخذ تبع مانيلا بس، هو هذا المتاح مش معقول. جوب ليميتس عندك 5 لماني، تشوف الجوبز تاعونا. هي ابندك شايفين كيف عم تستنى لاخذ دور، يعني انا ما في انتظر لحتى لي اعرف شو عم بصير. تمام، بس هيك هيك هي يعني، عرفت شو حط على جهاز حقيقي ولا لا. اوكي عملنا مثل ما بحكي لك، هذا كله بحكي لك كيف تعمل مثل ما هلا انا عملت، كيف الشيء عم بدك تشوف شو صاير وقديش بحق لك وما بعرف شو، كله مكتوب قدامنا. تمام، في شيء غريب يعني. ماشي، هيا اذا بدك هون تروح هي الجوب تاعتنا ونروح نشوفها. اوكي، وين عم نشغلها والدياجرام تبعها وكل قصص. اوكي، وإذا بدي في أعمل كنسلها الجوب للوظيفة، يعني نحط على المكان اللي بدنا إياها من هذا القبيل يعني. أوكي، شغلة جدا واضحة يعني، الشيء كتير أوكي. ففينا نشوف الجوبز اللي خلصوا مثلا. طبعا فوت على الجوبز من جديد، هذا الكومبليتد، ونشوف شو النتيجة بيطلع معاي. اوكي، وبعدين بعرف شوي باردين نحن، بس هو لازم نفهم عليه شو عم بقول. وبعدين شو بقول هون؟ اوكي، طيب فهون عم بقول لك هذا مش عم بقول لك كل التفاصيل المتعلقة في النتائج، مثلا قديش اخذت العملية حتى تخلص، اي جهاز اشتغلت عليه، عدد يعني عدد المرات اظن اللي اشتغلت، او الشوتس، ما بعرفش الشوتس هون يعني التأويسات او الضربات او هيك شيء اللي عملها، الحالة يعني الحالة الحالية شو هي. اوكي، قد ايه الوقت الكامل انه اخذته. اوكي، هذا تخلص. وفيك تشوف رسم بياني باللي صار عنه. اوكي، يعني كيف الصفر صارت هيك، عرفت شو. بس تنزل بعد لتحت بالصفحة حتشوف رسم من الدار اللي انت عملتها، دائرة الكمومية اللي انت عملتها موضحة بالصورة التالية. اوكي، خليني اشوف هون. تمام، هو حاط هون، عفوا حاط هون، شايف في هيك، في عنا كمان هذا الكود بالكيو او بالكسكت، هيك بطلع كسكت اطول. الكيو اسمه اسهل شوي. اوكي، شلون فيك تصير تنزل الصورة كيف بدك تنزلها. تمام،
بعدين عندنا هون بس هذا هو مبدئيا. تمام. طيب عم نتابع في القراءة، فهون بدنا نراجع النتائج تبعيتنا. فبقول لك الهيستوغرام موجودة هون في الصورة 2.21. اوكي 2.21، وين 2.21؟ اوكي 2، اوف هون، ايه هاي هون الهيستوغرام، هاي كمان والهيستوغرام الموجودة وين بعد؟ لا هو مخربط، عم بحكي على 22 هون. تمام. على كل بتعطيك معلومات عن نتيجة تبعية التجربة تبعتك. بعض الأجزاء ممكن تبين هيك دغري، أوكي واضحة دغري، فخلينا نشوف بعض راجع بعض التفاصيل. هو ممكن تكون تبين هلا لك شغلة تافهة هلا، بس بعدين لما تصير الأمور معقدة أكثر بصير تشوف الأشياء قديش بصير الأهمية. هلا في عندنا محورين على النتائج، بقول لك على محور السينات، على المحور الأفقي الأكس، أنت عندك شو اسمه يعني، أوكي الحالات اللي ممكنة تطلع من شو اسمه من الدار الكهربائية، الدار المنطقية تاعتنا. فهذا ما يسمى هذا ما اللي شافت عمليات القياس، اوكي لما انت عم بتقيس الكيوبتات. ف اتذكر لما احنا اول ما قسنا اول شو اسمه البت الاولى والبت الثانية، اوكي الكيوبت الاولى الكيوبت الثانية من ال اوكي من اول بت عندنا من الصفر، يعني من البت زيرو نحو البت اثنين، اوكي فنحن بنشوف انه اول اثنين بتس هن محطوطين واحد وصفر على التوالي، فاحنا بنعرف انه هذا شيء صح بسبب انه نحن حطينا النوت جيت على اول كيوبيت اللي هي بتغير الحالة تبعيتها من صفر لواحد، والثانية بس احنا ناخذ القياس اللي هو بيساوي للحالة الأساسية، اوكي اللي هي المفروض تكون صفر، اوكي واللي احنا بنعرفها تكون صفر. طيب فإذا لما شغلت أنا بس هون عم بحط لي إياها واحد، أنا ما بعرف المفروض يكون قياسها صفر، وهذا الشيء معقدة. إذا تجيت assigned bit المفروض تكون assigned bit zero، اوكي ليش حاطة واحد؟ ما بعرف. assigned bit كان zero بس بدي اسي. طيب اوكي طيب هي زيرو، حطيناها زيرو، معلش شلون الاساين بت صايرة شي تاني. فرض اساين بت زيرو هون، تمام هون اساين بت زيرو، اوكي بس هون بعد تشغل لتصير واحد. خليني اشوف هون، بس نشغل مرة تانية، حطها على سيميليتر طز، بديش حطها على مكان حقيقي، او بدي استنى على المكانات الحقيقية لحتى تخلص. اوكي ف run on simulator، طيب jobs composer jobs ناخذ اخر وحدة هاي الساعة 3:34 مظبوط. اوكي see more details. بس مش عم شوف انا وين القلبة، بدي اياها تقلب، ما انا حطيت نط عشان تقلب الصفر لواحد، وبعدين ما عم شوف انا هون في شيء، يمكن بالرسمة محطوط خطأ، ما بعرف، بدي ارجع على الرسم كيف هو حاطه. طيب ما احنا حاطينهم هيك ليسار صحيح. طيب بتجي على الرسم،
سايند بت مفروض. طيب خلينا نعمل ديليت، نعمل هي ديليت، نجيب كمان مزرمانتي من الاساس نحطه هون. هون الاسايند هون في شو بدك تعمل؟ طيب اد كنترول، كيف كنترول؟ كنترول على البتين هول. لا حط مجرمانت بس. طيب طيب حطينا جهاز قياس على أول وحدة، بس البت نفسها بس تكون مبلشة. طيب فيز زيرو، هذا زيرو، هاي زيرو، لم يتوفر في ديس سيت. اوكي واحد. طيب حط هون كمان جهاز القياس. اوكي طيب هون عم بحطه واحد. تمام احنا المفروض هيدي اللي تقلب تصير صفر لما احطها قبل منها. اذا حطيت سنقلتها هيك تمام، اجيت مثلا جبت، خلينا نقيس هيدا الجهة. شوف عملنا سيت اب الران، خلينا نحطها على السيميليتر. هيا هلا عرفت كيف عم بخبيها هو. اوكي بكبس على الزر مرة ثانية. طيب هاي جوبز، هاي اخر واحد عملته. واضح البتات ما عم ببينوا انه هني انه قلبت انه النط، عرفت كيف؟ يعني انت حطيت هون على اساس حطيت هون زيرو واسليها المفروض تكون زيرو، المفروض هي تسليها وتعطيني اشي تاني، تعطيني الواحد، بس ما عم بشوف هذا الشيء. تمام اوكي هاي المجرمات اوت كوم. اوكي طلعت واحد. تمام اكيد حطيت صفر تطلع واحد، بس مش مبين الشيء بالمره، يعني عرفت كيف؟ مش عم بقدر احس طعمه. طيب بس انه هون عم بيقول لك انه نسبتها او التردد تبعها قديش، انه هي فعلا واحد. اوكي هيدي الواحد على البت اللي بتعطيك انه تكون واخد واحد نسبتها هالقد، وهي ما فيش غيرها هالكيوبيت. تمام فبقول لك هون مثلا انه الواي بتأمن الاحتمالية تبعية القياس، لذلك نحن شغلنا العملية التجربة 1024 مرة، فالنتيجة هلا بتظهر انه نحن حوالي 95% من الاحتمال تبعية اول كيوبيت بتبلش بالحالة هي 001. بس خليني اجرب شغلة، ارجع على الرسم زي ما احنا كنا عاملين. بعرف عم حس في ضياع، ما هو هذه اللي هي، انا بحاول كمان معكم نفهم شو عم بيصير. نرجع على الكومبوزر، خليني احط وين، احط وحدة هون بتقيس هون ما بأثر، وهيدي هون. اوكي طيب هيدي هون عم تعطي واحد، احنا بدنا 2 كيوبيت نعملهم قياس،
سمعنا هون نمبر هاي كم مرة بتجرب البرنامج وهيك الشطات هاي دي هي 24. طيب على السيميوليتر حياة شي شخص حقيقي هذا فرلت لنا شي واحد رجاء يعني. اوكي طيب هاي على السيميوليتر دائما طيب هاي جوبز سي مور ديتيلز اشوف كل الجوبز اللي هون اخر واحد طيب البت التاني مش مبينة بالهيستوغرام انا ما بعرف شو السبب تمام طيب فالواي هون على الهيستوغرام اوكي على الرسم هون اوكي هيدي الفريكونسي اوكي هي قديش كم مرة جربت انت وشفت كيف طلعت انه واحد عرفت كيف فالواي اكسس بتأمن البروبابيليتي الاحتمال تبع القياس فبما انه شغلنا الاختبار التجربة 24 مرة النتيجة بتظهر انه نحن تقريبا عندنا 95% من الاحتمالات تبعيت اول كيوبيت بتفيها النتيجة واحد السبب انه ليش الاحتمال هو 95% مش 100% هو بسبب النويز او يعني كيف الازعاج اللي جاي من الجهاز الكمومي فنحن راح نغطي موضوع الازعاج في فصول لاحقة بس لهلا نحن فينا نكون واثقين بنسبة احتمال عالية انه الجيت نوت اشتغلت اوكي لذلك امتين الاحتمال ممكن يكون مختلف رح نكتشف هذا الشيء بالتجربه السهله اللاحقه اوكي فبهذا الفصل بهذا القسم قصدي نحن عملنا محاكاه لنوت جيت عاديه على كيوبيت وشغلنا الدائره على الدائره المنطقيه على جهاز كمومي كتير بسيط وكتير دغري الشغلة فهلا نحن بما أننا صرنا قادرين نعمل أول برنامج كمومي خلينا نبلش نتعلم شيء أكثر مثير للاهتمام مش مجرد بس أن تغيير حالة الكيوبيت طيب هلا بدي يعمل هاي كوين فليبينج اكسبيرمنت اللي حكينا عنه في أول حصة إنه بده يقلب الفليبينج يقلب يعني يجيب مثلا عندك كيف بدي اقول انك كيف اللي بيتوز المصاري بالهواء يعني اوكي هي مثلا النقود المعدنيه بصير برميها بالهواء فبيعمل تجارب عليها فاذا انت اخذت درس في الاحتمالات والاحصاءات انت ممكن شفت يعني مثال انه تقلب الكوينز تقلب العمل المعدنية كيف فبهذا المثال نحن معطى لنا يعني عملة معدنية لحتى نقلبها عدة مرات وناخد أو نتابع النتائج تبعيت كل ونسجل النتائج تبعيت كل قلبة بتطلع معانا اوكي فهي بتكون هي التجربة تبعتنا فممكن تكون يعني يا طرة يا ناشئ اوكي ف يعني عليها كتابة أو صورة الناس بسموها هيك فراس ودنب عرفت شو ف هذا ما يسمى أو شو اسمه أو مثل شو توضحوا هذه التجربة إنه إنه يعني بكمية كبيرة من التقليبات أو رميات العملة المعدنية أنت راح تشوف إنه الاحتمال تبع الراس او الدنب او يعني الصورة او النقشة اوكي او الكتابة راح تصير انه تتجه وتتحدى نحو 50% اوكي انه نص التجارب حيطلعوا صورة ونص التاني حيطلعوا شو نقشة او كتابة اوكي
وهذا بيعني انه بعد تجربة يعني عمل عدة قلبات مثلا، عدد المرات اللي بتطلع او عدد الرميات يعني كعدد المرات اللي بتطلع فيها راس او كتابة او صورة، عفوا صورة، بتبين كتير قريبة للرام اللي بيطلع فيه على التيل على الكتابة. اوكي، يعني الوجه الاول والوجه الثاني تبع هذا، فتلاقي انه الوجه الاولاني يعني بيكون عدد المرات بتطلع فيه كتير قريب ل عدد المرات بتطلع الوجه الثاني. اوكي، وكتير مساوي يعني. اوكي، فخلينا ناخذ هيك لحظة حتى نخلي او نعمل ملاحظة مهمة بالنسبة ل يعني شو اسمه المثال اللي حكيناه من شوي، مع حقيقة شو اسمه التجربة السابقة. اوكي، فنحن وهو كان مبرهن او قد تم برهنت انه بعديد من الطرق انه اي عملة معدنية ممكن تكون بسهولة تنعمل انه بايست، يعني انه تكون مطعوجة او فيها شيء، اوكي، بحيث انه لما بتنقلب هي ممكن تضلها تنزل على نفس الوجه كل مرة. تمام، فبما انه هذا الشيء انقال نحن بدنا نأكد انه هذا مثال بسيط، اوكي، على محاولة انه تخلق مثال كلاسيكي عن مبدأ الحوسبة الكمومية، بحيث انك تحصل على فهم التجربة اللي احنا رح نعملها، ومش حتى نخلي هيدي انه العملية او هاي التجربة الكلاسيكية تصير تشابه او تساوي العملية الكمومية، اوكي، او التجربة الكمومية. فنحن رح نخطي هدول الفروقات بينما نحن بنعمل الدارة النطقية التالية، اللي هي رح يعني تعمل محاكاة لرمي شي عملة معدنية شي حوالي 1000 مرة. فخلينا نجربها. فبقول لك افتح الكومبوزر، اوكي، وحط لك هذا مارت شو اسمه، افتح الكومبوزر وافتح لك دارة جديدة، وبعدين حط بوابة هذا مارت على اول كيوبيت. تمام، طيب هلا اذا راح نعمل فايل جديد، سيركت جديدة نسميها كوين فليبينج. تمام، هلا بنجيب هاي هذا مارت الادج جيت بنحطها على اول بت. تمام، هذا راح يشاور، اوكي، حط لك كمان عندك هون. تمام، هذا مؤشر على الهدمار بعد الهدمار. تمام، فهذا راح يشير انك انت بدك تقيس اوكي بدك تقيس هذه الكيوبيت، شو حصير فيها، وبعدين تعطيها النتيجة تبعتها يا تكون واحد يا صفر، بناء او الواحد او صفر اللي هي فيما يقابل البت الكلاسيكية. ففي هاي الحالة البت راح تكون على موقع صفر، اوكي، مثل ما مشار اليه بالصورة اللي تحت، يعني هون تكون على الصفر، وهذا هذا مارد. اوكي، طيب سيفنا كوين فليب، هيا كوين فليب، وشغل ال اوكي ران سيتنجز سيت اب اند ران. هناخذ سيميليتر هون نجرب لنا شو بعد كمان. اوكي، هسه اخذنا السيميليتر از باك اند ديفايس، اوكي، من الجهاز اللي حنشغل عليه، وبعدين اختار العد يكون 24 مره، 1024، هي 1024 مره.
تمام، وبعدين شغل على السيميليتر. اوكي هاي النتيجة، شايفين كيف؟ فشايف بتلاحظ هون انه الصفر والواحد، تمام، بس بدك تفهم كيف هذا مرات بتشتغل هيدا الجيت، هاي البوابة، تمام. النتيجة رح تحضر، رح تفرجيك حالتين. تذكر الاساس الحوسبي، او حالات الاساس الحوسبي اللي هن ممثلين على الاكس اكسس، تمام. الاكس اكسس يعني الخط اللي بالعرض هيك، تمام. اوكي، فهاي هون عم بقول لك على الاكس اكسس هيك انه هاي الواحد وهاي الصفر، وهون حاط الفريكوانسي. اوكي طيب، خليني بس اشوف اذا عرضهم هو، اشوف الجوبز. اخر واحد طيب، شايفين كيف الاكس اكسس، لانه هذيك عاملينها بالقلب، راسمينها بالقلب لانه عشان يعملوها بالطول. ف هون الحالات، اوكي، وهون قديش نسبة، يعني اذا بده يطلع صفر في مقابل واحد كانك عم تقلب انت العملة المعدنية، فشوف قديش بصير بيطلع معك الصفر قريب من كثير من عدد الواحدات، فهو تقريبا عم تحكي 50% لكلا الطريقتين، تمام. ماشي، هي انت عملت لك هون 1024 مرة كجربت، فبيطلع لنا انه هون مثلا، هون مثلا افترض هاي الصفر هي الصورة، وعندك الكتابة على الواحد، تمام، هاي على الواحد على الكتابة هون، وعلى الصفر هي الصورة تبعت العملة المعدنية، فبيطلع عن تقريبا النص، يعني حطينا 1000 مرة يا أخي، 1000 مرة جربنا فيها، عرفت كيف؟ فأكيد تقريبا نص حيكون شو؟ حيطلع صورة، والنص الثاني حيكون تقريبا الكتابة، أوكي؟ للعملة المعدنية. هلا ما بعرف ليش هون كيف ممكن الواحد يظبط الهيستوغرام بحيث انه يطلع اوضح شوي، تمام. هلا السبب انه استعمل هذا المعرض، اوكي، الاتش جيت، هي بوابة اتش، هو اوكي، انه احنا لما استعملنا هذا المعرض هو اللي كان يعمل لنا هذول النص بنص، عرفت شو؟ فهاي البوابة المميزة هون الخاصة هاي، اوكي، بتستعمل يعني مبدئين اساسيين في الحوسبة الكمومية اللي هن اسمه سوبر بوزيشن، التراكب، اللي هو بيوفر كمبيوترات يوفر لكمبيوترات الكم بالقوية انه تحل عمليات حسابية معقدة. اوكي، فرح نغطي هذا الشيء بالفصل عن التراكب والتطابق بالفصل الرابع، اوكي، او شو اسمه اللي هو بيحكي عن المبادئ الكمومية، مبادئ الحوسبة الكمومية الأساسية، وكيف بوابة هذا المواد بتأدي عملية البوابة المنطقية هاي على الكيوبيت بالفصل السادس. طبعا حيشرح لنا بالفصل السادس اللوجيك جيتس تبعون او البوابات المنطقية، تمام. فاستعمال بوابة هذا المعرض بتخلي مثل ما انت شايف تسمح لك انك او تسمح للدارك المنطقية انه تشغل حالها، اوكي، عبر يعني اخذ القوة تبعية التركيب
شو اسمه الخطي لينير كومبينيشن تبعون الحالتين، تبعون الحالتين الصفر والواحد. فمثل ما قلنا سابقا هذا الشيء بيساعدك انك تستعمل بقوه التراكم. اوكي او تستغل التراكم هون. اوكي طيب ثاني مبدا حوسبي عم بيستعملوه في هذا مارد هو الانتانجلمنت، هو التشابك الكمومي. ف هاي الظاهره في ميكانيكا الكم تساعدنا انه نشبك اثنين بت او اكثر اوكي مع بعض. فلما بتشبك اثنين كيوبت مع بعض نحن بالاساس عم نربط قيمه وحده من الكيوبتات ومنزامنها مع الكيوبت الثاني. عبر المزامنه نحن بنقصد انه اذا انا قست القيمه تبعيت وحدة من الكيوبتات اللي مشبوكين نحن فينا نكون اكيدين انه تاني انه الكيوبت الثانية راح يكون عندها نفس القيمة. فيما اذا يعني لحتى مثلا قستها هلا او قستها بعدين. اوكي ف الاختبار الثاني والتجربة الثانية راح تفاجينا هالشيء بالتفصيل. فهلا راح يعمل شو اثنين كوينز مع بعض. اوكي يصير يقول بسبب الاولى بيعطي الثانيه. اوكي ف حمل معهم تشابك يعني هيك فصير تحط اثنين هذا مرض اكيد. فخلينا نكبر نوسع المثال تبع رمي العمله النقديه حتى يدخل التراكب او التطابق سوبر بوزيشن عبر اضافه يعني عمله نقديه ثانيه وربطهم مع بعض او شبكهم مع بعض، بحيث انه لما نحن بنشغل التجربه تبعتنا نحن فينا يعني نحسب او نستنتج القيمه تبعيت وحده من من العملات النقديه بدون ما نقيس الثاني. اوكي ماشي. ف بنفس الطريقه اللي انت او اللي احنا كنا عاملينها في التجربة السابقة، كل كيوبيت بتمثل يعني عملة نقدية. فحتى نقدر نعمل هذا الشيء نحن حنستعمل بوابة تاخذ لك كذا كيوبيت اسمها كنترول نوت سي نوت كنترول نوت. اوكي يعني تحكم على ليس اظن. اوكي وهي بتنلفظ السي نوت، هي سي نوت ما تشوفش سي نوت. اوكي ف الكنترول نوت جيت، بوابه الكنترول نوت بتربط اثنين كيوبيت بحيث الاولى هي المصدر والثاني هي الهدف. ف احنا يعني حنغطي هدول البوابات بالتفصيل بالفصل السادس. اوكي لما بيعرض الكيوبيت تمام، بس لهلا نحن عندنا هون زي مقدمه صغيره هيك مختصره عن بحيث انها تفهم انت شو راح تتوقع انك تصير تشوف. فبقول لك هون لما تكون السورس كيوبيت البت الكيوبيت الاصلي الاساس المصدر اوكي اللي هي مربوطه على المصدر تبع السي نوت اوكي على الكنترول نوت بيكون عندها القيمه بتساوي واحد. هذا بيخلي الهدف تبع السي نوت اللي هو مثل ما احنا فينا نقول عبر الاسم هو بوابة نط. اوكي ف يعني بوابة مش كذا اوكي لا بوابة ليس. ف هاي البوابة بتشتغل نفس الشغل تبعيت الاكس جيت اللي احنا شغلناها في بوابة اكس بالتجربة او التجربة الاولى اوكي السابقة اللي احنا قلبنا فيها قيمة الكيوبيت فكانت صفر قلبنا واحد واحد قلبناها صفر. اوكي وبالتالي اذا الكيوبيت الهدف هون كانت محطوطة تكون صفر اوكي اذا هي حتقلب الكيوبيت الهدف اوكي للواحد ونفس الشيء بالعكس. اوكي اذا كان الكيوبيت الهدف كان محطوط انه يكون صفر
هي راح تقلب شو الكيوبيت الهدف للواحد، اذا كانت محطوطه واحد راح تقلبها صفر. اوكي، فخلينا نجرب نربط الكوينات ببعض، نعمل تشابك بيناتهم. خلينا نشوف كيف هذا الشيء بيمشي. هلا بالكومبوزر بدنا نحط هذا مارد، فيها وحده هذا مارد على اول كيوبيت، وبعدين جر السي نوت على اول كيوبيت. اوكي، نرجع على الكومبوزر. اوكي، وحطينا هذا مارد وقال لك هاي قيسها هون، خلي القياس هون بعيد شوي ولا لا. طيب هو شو بقول لك هون؟ اوكي طيب، فحطينا سي نوت، هاي سي نوت، هاي سي نوت، بتحطها هون تمام، هي ربطها مع اللي تحت. اوكي تمام، فهذا راح يحط راح يسقط المصدر على اول كيوبيت، بعدين لما تختار سي نوت اول كيوبيت انت راح تحط عليه، هي راح تكون المصدر طالع. او صوريا مثل ما انت بتشوف في الرسم، اوكي، المصدر تبع السي نوت جيت هو مش هو عفوا هو نقطة شو اسمه سميكة على الكيوبيت اللي الجيت بتكون كان يعني موصولة او مجرورة عليها، يعني هيك عم بقولك انه في عندك هاي النقطة اللي من فوق، اوكي، هي مربوطة على الكيو زيرو، على البت الزيرو تمام. طيب طيب اوكي، بنحط لك كمان هون جهاز قياس ثاني، يلا معلش. اوكي حسب الرسم ماشي، بدنا نقيس البتات. طيب ماشي، هلا شغل البرنامج، بدك تحفظه باسم، حفظه باسم، بس بدي اكمل. اوكي، فبدي اعمل ران. في مكانها طلع مشغولة، مكانها حقيقية. اوكي اعطيها الكيو از كسيميليتر، حطها على هذا تمام. وين الجوبز تاعتنا؟ تأكد آخر جوب طالعة، هي عن شايف كيف؟ اوكي طيب بشوف النتيجة مثل ما انت شايف بالصورة هون، النتيجة انه لساهم عنده نفس الحالات. اوكي، نفس الحالتين مثل ما هن كان في التجربة السابقة، ولكن شيء واحد لازم نلاحظه هون انه نتيجة الاثنين كيوبيت، نتيجة الاثنين كيوبيت، لاحظ انه الحالات تبعيتهم انه هون 3 اصفار او 0 0 1 1، لاحظ انه 3 كيوبيت اوكي انه ما انشغل عليها، لو انشغل عليها كنت انت تغير حالتها اكيد تمام. ف اللي بيعمل بخلي هاي التجربه كثير مهمه، اوكي، هو نحن لما قلبنا وحده من يعني هيك مش قلبنا يعني مسكنا
عملة معدنية وقلبناها طيرناها بالهواء حتى نعرف شو النتيجة هيك. بالتمرين السابق وبالتجربة السابقة انت لاحظت انه النتائج هون كان حوالي 50% يا واحد يا صفر. اوكي واحد يعني كذا، لك مثلا انت لما ترمي بالهواء المصاري فبدها تكون يا طرة يا نقشة يا صورة يا كتابة، فاذا هي العملية 50% ب50% لكل جهة. اوكي احتمال صوتهم. ولكن هلا بما انه نحن عم نشغل نفس العملية بس نحن عم نربط يعني عملتين نقديتين ببعض، اوكي وبصير من يعني نخلي العملة الثانية تعتمد على الأولى، اوكي فبهاي ال اوكي فبالنتيجة هون عم بحكي انه النتيجة النتائج في كلا الحال كلا العملتين معدنيتين بيكونوا مربوطين ببعض، وبالتالي الحالات تبعيتهم راح تكون نفس الشيء مثل بعض. عرفت كيف؟ فهذا يعني اذا احنا نرمي كلا القطعتين معدنيات ونلاحظ وحده من القيم او بنقيس قيم وحده من هدول ال او وحده من قيم العمله المعدنيه، بالتالي نحن بنعرف انه الثانيه راح تكون بالعمله المعدنيه الثانيه راح تكون نفس الشيء. تمام طيب فهذا كل شيء. تمام ما في أسئلة. اوكي نبقى نحلها لواحد بعدين. اوكي يلا سلام باي.